ديكوري كلاسيك ديان ديكوري ذو أساس مائي صمم لإعطاء نماذج وتصاميم. طريقة الاستخدام والأدوات: فرشاة يحضر السطح بسيلر ومعجون رغدان ودهان وجه بلاستيك عالي الجودة. يلون البلاستيك باللون المطلوب ويدهن به السطح. يلون الديكور كلاسيك بنفس لون البلاستيك. يوزع الديكور كلاسيك على السطح بشكل حرف X بالفرشاة. بعد جفاف السطح بنسبة 50% يكسح السطح بالباغة البلاستيك لتفجير البذرة البيضاء.